تحدث الرئيس الجزائري باعتبار الجزائر طرف في نزاع الصحراء المغربية على أن يعني هذا النزاع يجب أن يحل ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، واعتبر أن كل الأطراف الدولية تدعم حل هذا النزاع ضمن هذه اللجنة، اللجنة الرابعة، كما اعتبر أن النزاع هو بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو ولا دخل للجزائر في أي حل يتم قبوله بين طرفين. يعني كيف تعلق على هذه الخرجة؟ شكرا سيد الوزير. سبق لي وقلت أكثر من مرة بأن من الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المغربية أنها ما كتعلقش على ما يقوله رؤساء الدول احتراما لمكانتهم واحتراما لدورهم. يمكن لي نقول سمعت زميل ديالي وزير الخارجية قال كثير في هذا، لأن دار مجموعة تصريحات اللي كتعطي الانطباع بأن يمكن لا غيزون ديتر ديال الدبلوماسية الجزائرية أصبحت هي قضية الصحراء، يعني يمكن كيهضر عليها أكثر من أي واحد آخر. وفي هذا الإطار هذا يمكن لي ندير واحد جوج ولا ثلاثة تعليقات على ما سمعت. المسألة الأولى، أنا يمكن لي أول مرة متفق مع الزميل ديالي ملي كيقول بأن الحل غيكون لما الأطراف الحقيقية الطرفين الحقيقيين يجلسوا ويتذاكروا باش يوصلوا للحل. هذا المغربي كان كيقول دائما على اعتبار بأن الطرفين الحقيقيين هما المغرب والجزائر، بأن الجزائر بهذا الشيء اللي كتقول بهذا الشيء اللي كدير بهذا الشيء اللي وهذا التعبئة اللي دايرة وبهاد يعني بهاد المواقف ديالها كتأكد بأنها الطرف الحقيقي، والمغرب متفق على أن الحل ما يمكن له يكون إلا مغربي جزائري على اعتبار بأن الجزائر هي الطرف الحقيقي وماشي المغرب اللي كيقولها. هي كتأكدوا يوميا بالتصريحات بالأفعال بالمساعي بالتحركات اللي عنده شي موقف كيجي كيدافع عليه حول الطاولة، اللي عنده شي توجه كيجي وكيعبر عليه وكيقول، والجزائر عندها موقف عندها توجه، هي طرف حقيقي في هذا النزاع في الخلق ديالو في الاستمرار ديالو وخصها تحمل مسؤولية في الحل ديالو على قد مسؤوليتها في إقامة النزاع. التعليق الثاني هو أن المغرب، واش سمعت في التعليق ديال الزميل ديالي انه كيتحدث على الامم المتحده والدور ديالها. الامم المتحده في المحادثه ما بين جلاله الملك والامين العام كان تاكيد من قبل جلاله الملك على امرين اساسيين، هما التشبث بوقف اطلاق النار والتشبث بالمسلسل السياسي. اليوم كاينه محاولات لتعيين مبعوث شخصي، خصنا نشوفوا من يعرقل تعيين المبعوث الشخصي اليوم. المغرب عطى الموافقه عليه، المغرب عطى الموافقه على تعيين المبعوث الشخصي، من يعرقل؟ يعني الدبلوماسيه المغربيه كما اكد ذلك جلاله الملك هي مبنيه على الوضوح. المغرب ملي كيكون موقفه واضح كيقولوا، موقف المغرب هو انه يعني الاقتراح اللي كيقدم الامين العام المغرب معه والمغرب تجاوب معه بشكل ايجابي. خصنا نشوفوا اليوم من يعرقل تعيين المبعوث الشخصي، ومن كيدير تناقض بين ما يقول وما يفعل. من يقول على الامين العام تعيين مبعوث شخصي ومن يفعل كل شيء لعرقلة هذا التعيين، من يقول بأنه مع الاستقرار ومع حفظ وقف إطلاق النار، ومن يسلح، من يدعم، من يخرق وقف إطلاق النار يوميا. هذا هو يعني التوضيح اللي مطلوب اليوم. المغرب واضح، المغرب عنده موقف كيعبر عليه وكيقوله. المغرب كيقول بأن لا مسلسل بدون الجزائر،
وكيأكدها. وكيل المغرب كيقول الأمم المتحدة والمسلسل الأممي ضروري وفق محددات واضحة ولكن ضروري. لهذا المغرب تجاوب مع تعيين مع اقتراح تعيين الممثل الأمين العام. والمغرب اليوم كيقول اللي ما اللي ضد هذا التعيين خصو يقولها ويقولها صراحة، ما يبقاش في هذا التناقض. النقطة الثالثة واللي كانت شوية هي أثارت الاستغراب هي ملي كنسمع بأن الدبلوماسية الجزائرية كتحدث على حقوق الإنسان والمينيرسو وغيرها. هذا يثير ماشي غير الاستغراب، بعض الأحيان يثير حتى يعني ليغوني. واش الجزائر تحدث على حقوق الإنسان منذ متى؟ خاصة أن يعني العناصر هي عناصر اللي كتقول الدبلوماسية الجزائرية عناصر يعني مغلوطة. البعثات ديال الأمم المتحدة 17 على الأقل الثلث ديالها ما عندوش ما كيهتمش بحقوق الإنسان، وهذا هذه مسألة هذه تغليط ومغالطة يجب يعني توضيحها. ثانيا المغرب واضح في هذه المسألة هذه وكيقول ماشي الجزائر اللي تهضر على حقوق الإنسان، ربما آخر من يمكن يهضر على حقوق الإنسان. ولكن المغرب يعني دور المينيورسو واضح، هو وقف إطلاق النار ووقف إطلاق النار فقط. للأسف مراقبة وقف إطلاق النار لليوم المينيورسو تعاني من تضييق على تحركتها، وخصي هنا كذلك يحيد التناقض. من يعرقل عمل المينيورسو؟ من يمنع المينيورسو من القيام في واجبها من مراقبة وقف إطلاق النار في شرق الجدار الأمني؟ هذه المغرب ما كي مغرب دبلوماسيته كما بقيادة جلالة الملك هي دبلوماسية الوضوح، ولكن لأنك يعتبر بأن التناقض بين الأقوال والأفعال ما كيعطيش المصداقية للعمل الدبلوماسي. تقديم المغالطات ما يقدمش الملف. لهذا فنكرر بأن المغرب تشبت بوقف إطلاق النار، ولكن المغرب بحال اللي قال جلالة الملك سيرد بقوة على أي تهديد لأمن وسلامته. المغرب متشبت بالمسلسل السياسي وكيواكب بشكل بناء الخطوات اللي كيتخذ الأمين العام في هذا الإطار، ولكن في نفس الوقت المسلسل السياسي عنده محددات ومحدده الأساسي هو أن الطرف الحقيقي يجي يدافع على رأسه، ميبقاش ما يدافعش بتصريحات، يدافع في المفاوضات بحال اللي قال يعني الوزير الجزائري على الطرفين الحقيقيين أن يجلسا حول الطاولة. الطرفين الحقيقيين معروفين، وبالنسبة للمغرب الجزائر طرف حقيقي. والنقطة الثالثة هي تقديم المغالطات، وهذا مش وقت المناورة، هذا وقت العمل الجدي. لكانت الاستقرار للمنطقة كتهم الجزائر بحال اللي كتهم المغرب. شكرا. سهرة طالبي، موقع اليوم 24. سؤالي للسيد الوزير، مجلس الأمن يستعد لعقد جلسة خاصة حول قضية الصحراء في 21 من شهر أبريل الجاري. بدأت تصريحات من جهات مختلفة حول انتظاراتها من هذه الجلسة. ما هي انتظارات المغرب من هذه الجلسة الخاصة؟ شكرا سيد الوزير. يمكن لي نقول بأن هو امتداد اللي قلت دابا. المغرب أول مسألة هي أن ما يبقاش في ذهن مجلس الأمن وفي ذهن المجتمع الدولي هاد لا كونفيزيون، هاد الخلط، من مع وقف إطلاق النار ومن يخرق إطلاق وقف النار. يعني مجلس الأمن بكل موضوعية خصو يحدد من يخرق يوميا وقف إطلاق النار ومن أعلن عن خروجه عن وقف إطلاق النار، ومن بالمقابل متشبت وأعلن على أعلى مستوى على لسان جلالة الملك بأن المغرب متشبت بوقف إطلاق النار. الخلط ما يبقاش كذلك من مع المسلسل السياسي ومن يناور في المسلسل السياسي. المغرب قال نعم لتعيين ممثل شخصي، من ضد تعيين الممثل الشخصي؟ من رفض الأول وما من لم يحدد بعد موقفه من الاقتراح الأخير؟
هذه كذلك خصها تكون واضحة بأن المسلسل السياسي من يدافع عنه ومن يعرقله، من يسهل مهمة المينورسو ومن يعرقلها، الخلط ما يبقاش كذلك. فهذه الجلسة خصها تكون مناسبة لتحديد المسؤوليات وتحديد من يلعب دور بناء، من يشتغل بجدية، من له وضوح في المواقف، ومن يتلاعب يناور ويتناقض بين القول والفعل، من يريد الأمم المتحدة ومن يحاول أن يقحم منظمات لا تريد ذلك في مسار أممي. هذه التناقضات هذه خصها تحبس. إذا كان الملف عند الأمم المتحدة، من يحاول أن يقحم الاتحاد الإفريقي في هذا الملف؟ فهذه التناقضات هذه هذا وقت الوضوح، والتناقضات هي اللي كيخص مجلس الأمن يوقف عليها، سواء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، المسلسل السياسي، دعم المينورسو، ودعم حصرية ملف الأمم المتحدة. المغرب يعتبر بأن ما حققه بقيادة جلالة الملك من مكاسب هي على المستوى الميداني، على المستوى الدبلوماسي، هي مكاسب من أجل الحل، يجب استثمارها من أجل الحل. ولهذا المغرب كان دائما مع حل هذا النزاع في إطار الوحيد اللي كاين، وهو مبادرة الحكم الذاتي. إذا كانت هناك جدية من الطرف الحقيقي اللي هو الجزائر، المغرب مستعد. إذا كان هناك هذا وقت ديال اللعب والمناورة، المغرب غيستمر في المسار ديالو في تأكيد مغربية الصحراء. وشفنا اليوم يعني 21 قنصلية مفتوحة، جوج تم الإعلان على أنهم غادي يتفتحوا. المغرب مغربية الصحراء هذا مسلسل إيريفيرسيبل، لا رجعة فيه. غادي من يريد أن يجلس لإيجاد حل في إطار الحكم الذاتي مرحبا، من لم يريد فيستمر في هذه المغالطات وهذه التناقضات. والمغرب غيبقى بالوضوح ديالو، ولكن بالعمل الجدي ديالو لتأكيد مغربية الصحراء على أرض الواقع وبالفعل الدبلوماسي، وليس فقط بالأوهام وبالأكاذيب. Mohamed Chakir, site 360. Madame la ministre, comme vous l'avez dit, ainsi que M. Boreta, le Sénégal est considéré comme un pays frère, beaucoup plus que pays ami. Mais on s'attendait, nous, Marocains, que parmi les premiers pays qui allaient ouvrir un consulat dans les provinces sahariennes, ne s'est fait pas. Peut-on savoir pourquoi ce retard a été pris dans l'ouverture de ce consulat? Merci. Alors, merci beaucoup de la question. Deux réponses qui est une seule. La première, c'est de vous dire, comme le dit la Bible, que les derniers seront toujours les premiers. Et la seconde, et c'est la dernière réponse, c'est de vous dire que ce n'est pas le numéro qui compte, c'est ce qu'on fera de ce consulat qui va compter. Et vous verrez, quelle que puisse être la position que nous occupons dans l'ouverture du consulat, eh bien, ce consulat remplira son rôle. Il sera le cordon ombilical entre la communauté sénégalaise ici, l'administration marocaine. Eh bien, il sera un consulat digne de son nom. Et pour nous, Sénégalais, c'est ce qui importe. Et vous voyez, il a suffi que nos deux chefs d'État s'entretiennent pour que nous soyons à la manœuvre et être là ce matin. Donc, c'est ça le Maroc et le Sénégal. Ce n'est pas de la procédure, ce n'est pas, excusez-moi du terme, de la paperasserie, ce n'est pas de l'administratif, c'est seulement entre Sa Majesté et le Président. Et tout roule. Je vous remercie de votre question. Et j'ajouterai que pendant ce temps, le Sénégal a été actif. Le Sénégal a été solidaire avec le Maroc sur cette question du Sahara. J'ai eu avec ma sœur au moins une dizaine d'appels ce dernier mois, parce que le Sénégal siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et le Sénégal a été à l'avant-garde du soutien du Maroc au sein de cette institution panafricaine. Donc là, depuis toujours, le Sénégal est un allié fiable, un allié incomparable du Maroc par rapport à son intégrité territoriale. Et
la réponse, je signe la réponse de ma sœur par rapport au timing et aux chiffres. Merci. Oui. Et l'ambassadeur du Sénégal ici au Maroc, qui est un peu mon aide-mémoire, me rappelle que nous avons été un des tout premiers pays à avoir ouvert un consulat honoraire. Et le premier, voilà, tout court. Alors là, on n'espère pas être le dernier, on est déjà le premier. Voilà, donc le premier tout court à avoir ouvert un consulat honoraire ici à Dakhla. Donc en fait, nous sommes là depuis très longtemps déjà.